زين، لماذا؟ عدة نقاط. يعني أولا تواصل مع النازحين، الإبلاغ عن كل ما هو جديد في المخيم، سماع آراء النازحين وحل مشاكلهم بأسرع وقت أمكن. جيد، لماذا؟ أن تتابع شكاوي النازحين وحلها بأسرع وقت، تشرف الإدارة على التوزيع وإعطاء كل نازح حقه، وتقوم الإدارة بحل المشاكل داخل من النزاعات داخل المخيم بدون تدخل أي جهة أخرى. زيادة ساعات تشغيل المولدات، تبليط الشوارع، يعني نحن نمر بفصل شتاء وهذا لتسهيل المرور بالقواطع يعني.